احنا دلوقتي لو عايزين نقيس وزننا فبنروح للميزان مثلا زي اللي هو الميزان اللي في الصيدلية هتقف عليه. حد يعرف الميزان ده في الأصل بيقيس ايه؟ اللي عارف يرفع ايده. الفورس، ها؟ أي حد؟ طيب أقول لكم المفاجأة الصغيرة، الميزان ده بيقيس displacement. تاتا، حد يعرف المعلومة دي؟ الميزان اللي أنا بقف عليه عشان أقيس وزني هو أصلا في الأصل بيقيس displacement. ليه؟ تعالوا كده نتخيل ده الميزان بيبقى من جوه فيه زي سبرينج، لما بيجي حد يقف على الميزان من فوق فالميزان بينزل حتة لتحت، السبرينج بيحصل له كومبريس. اهو انا وقفت شخص فوق، ده شخص رفيع، جيت وقفت شخص اتخن شوية، حصل له كومبريس اكتر. الميزان بيقيس اكشلي الديسبليسمنت اللي بتحصل. هو في الاول ما كانش حد واقف عليه كان زيرو، لما وقف عليه نزل الديسبليسمنت الحته دي، لما حد اتقل نزل عليه نزل الحته دي. هو بيعرف الحته اللي نزلها بس قد ايه، هو الميزان بيجيب كده. لا هو بيتحرك حته بس هي صغيره انت ما بتحسيش بيها. تمام، كل الفكرة في الموضوع ان اي سبرينج في الدنيا في ريليشن ما بين الفورس اللي بأثر بيها عليه والديسبليسمنت او التشنج في الديسبليسمنت اللي هيعملها. انا دلوقتي لما اعمل فورس كبيرة هو بيتضغط حتة كبيرة، لما اعمل فورس صغيرة بيتضغط حتة صغيرة and so on. فانا عارف ان الديسبليسمنت دي دايركت بروبورشنال مع الفورس اللي بتأثر عليه، فانا لو عرفت الديسبليسمنت اللي حصلت فانا عرفت الفورس اللي اثرت عليها قد ايه. فيها مشكله؟ يبقى انا كده والفورس هي الويت، والويت اقدر اجيب منه الماس، يبقى انا قدرت اقيس الماس عن طريق مين؟ الديسبليسمنت اللي بيعملها. انا لما باجي اقيس فيزيكال كوانتيتي مش لازم اكون بقيسها دايركت، انا هنا الفورس او الماس بقيسه عن طريق مين؟ ديسبليسمنت، صح؟ انا لو عايز اقيس كارنت انتنسيتي ما بقيس الكارنت انتنسيتي دايركت، ما بجيبش الكوانتيتي اوف تشارج دايركت واعدهم، انا بقيس الكرنت انتنسيتي عن طريق حاجه تانية. عن طريق مين؟ هنقيس الكرنت انتنسيتي عن طريق التورك. لو انا مشيت في كويل كرنت فهيحصل تورك، صح؟ كل ما الكرنت بيزيد كل ما التورك بتايه بتزيد، كرنت يقل التورك بيقل. فانا لو عرفت اقيس التورك يبقى انا اقدر اعرف اقيس مين؟ الكرنت. فانا هعمل جهاز هحط فيه ريكتانجلر كويل، هجيب سلندر، السلندر ديت هلف حواليها ريكتانجلر كويل، ده ريكتانجلر كويل لافف حواليها هو ده اللي هيمشي فيه كارنت، هندخله كارنت بأي طريقة إن كانت فهيحصل عليه فورس. ده أنا هحطه ما بين بولز بتاعت ماجنت، هنا النورث وهنا الساوث. حد مش متخيل الرسمه؟ طيب يبقى ده ريكتانجلر كويل، انا لما ادخل فيه كارنت ايه اللي هيحصل؟ هيحصل تورك والكويل هيحصل له ايه؟ هيلف. في اي مشكله؟ حلو. انا هنا مش قلت ان الديسبليسمنت دايركت بروبورشن مع الفورس؟ فلما عرفت الديسبليسمنت عرفت الفورس. هنا انا عايز التورك يبقى دايركت بروبورشن مع الكارنت. هل التورك دايركت بروبورشن مع الكارنت؟ نفتكر مع بعض رول التورك. التورك كان بيقول لي ايه؟ ساين ثيتا، صح؟ بي اي اي ان ساين ثيتا. عشان التورك يبقى دايركت بروبورشنال مع الكرنت لازم يكون بقيه الرول كونستانت، مفيش حاجه تاني بتتغير غيرهم هما الاثنين. هل بقيه الرول كونستانت؟ تعالوا نشوفها واحده واحده. هل الفلكس دينستي كونستانت؟ مش هي دي طالعه من بيرمننت ماجنت؟ من اسمه بيرمننت ماجنت، يبقى كده الدينستي بتاعته مش هتتغير، يبقى معنى كده ان ده كونستانت. طيب الاريا هل هتتغير؟ وهو شغال الاريا مش هتكبر وتظهر. النمبر اوف تيرنز مش هتتغير. طب ساين ثيتا؟
هتتغير، لان هو لما الكويل يلف ايه اللي هيحصل للانجل؟ هتتغير. فعايزين نحل المشكله بتاعت ساين ثيتا دي. انا مش عايز الانجل تتغير مع انه هيلف، عايزه يلف والانجل ما تتغيرش. فكروا في فكره لئيمه جدا. جم قالوا ايه؟ دي الايرن سلندر اهي، لما ابص لها من الجنب هحطها حوالين ماجنت بالمنظر ده. ده هنا النورث زي ما اتفقنا، وهنا الساوث. معلش انا هصغر السيركل دي شويه بحيث بس تبقى واضحه بالنسبه لي حاجه معينه. وده السنتر بتاع السيركل. دلوقتي مش في فيلد بيخرج من النورث وبيروح للساوث، صح؟ الفيلد هيخرج ويخش عادي جوه الارن كور، هيمشي كل ده جوه ويخرج من هنا، صح؟ حلو. طب من فوق هيخرج من هنا يروح هنا؟ اه ولا لا؟ وليه؟ لا هو بيمشي في الهواء عادي، بس عندي هواء وعندي ايرن، هو يفضل يمشي في انهي؟ في الايرن. ليه؟ عشان البرميابيلتي اعلى. يبقى انا هلاقي الفيلد لاين مش هيخرج من النورث للساوث على طول، هيخش جوه الايرن الاول والاقيه خرج من هنا كده جوه. مش مهم هو ماشي ازاي، هو في الحقيقه جوه بيبقى ماشي كده، بس جوه مش مهم هو ماشي ازاي. تمام؟ انا ليا دعوه بس باللي بره. فانا الفيد لاينز دائما وابدا هلاقيها بالمنظر ده. ده كده شكل الفيد لاينز اللي هتطلع، مش هتطلع طارئه لبعض زي ما شفناها المره اللي فاتت. انا هنا جبت كونكيف بول ماجنتس، الماجنت نفسهم البولز بتاعتهم شكلهم كونكيف مش ريكتانجولر. تمام؟ فاللي حاصل ان الفيد لاينز اللي خرجت خرج شكلهم راديال فلكس لاينز، يعني كان كل واحد دايركتد ناحيه الريديوس، يعني هو واخد دايركشن ريديوس، ده كده دايركشن ريديوس، ده دايركشن ريديوس اند سو اون. طب ده هيفيدني في ايه؟ تخيلوا معايا ان الكويل كده اللي بالاحمر ده هو الكويل، مش كده؟ الكويل محطوط بارلل للفيلد اللي جاي عليه من بره، هم اللاين ده واللاين ده هو بارلل معاه، مظبوط؟ حد مش شايفه؟ طيب لو الكويل عمل روتيت بقى كده، كده برضه هيبقى بارلل، صح؟ مع اللاينز اللي بره. طب لو بقى كده برضه بارلل مع اللاينز اللي بره. طب لو بقى كده برضه بارلل مع اللاينز اللي بره، صح؟ يبقى معنى كده ان مهما الكويل لف، لو هو كده الفيلد بره هو بارلل معاه. طب لو الكويل لف بقى كده برضه هو بارلل معاه، صح؟ يبقى مهما الكويل لف، بصي الكويل اهو لو هو كده، تمام؟ مين الفيلد اللي بيأثر عليه؟ اللاين ده واللاين ده، صح؟ مش هو في نفس الدايركشن معاه؟ يبقى هو كده بارلل معاه، صح؟ يبقى مهما الكويل لف هو هيبقى بارلل مع الفيلد، لان كان الفيلد هو اللي بيغير الدايركشن معاه مش هو اللي بيغير الدايركشن. فيها مشكله؟ يبقى هل الانجل ثيتا دي هتتغير؟ ساين ثيتا على طول بوان لان هو اولويز بارلل. يبقى دوت من فوائد ان انا احط كونكيف بول ماجنت هنا، هو ان انا اخلي التورك دايركت بروبورشنال مع الكارنت، لان الفيلد هيفضل طول عمره بارلل للبليم بتاع الكويل ريسبكتيف تو ذا روتيشن، بغض النظر عن الروتيشن مهما الكويل لف هو برضه بارلل مع الفيلد. حد عنده مشكله؟ حد مش فاهم الجزئيه دي؟ طيب يبقى انا كده خلاص لو عرفت التورك اقدر اعرف مين؟ الكرنت. التورك بيعمل ايه؟ بيلفف، صح؟ طول ما التورك موجود في روتيشن. طيب ما هو لو الكويل دوت فضل يلف انا مش هقدر اعرف التورك بكام، لازم يقف، لازم اوقفه. هقول لكم على حاجه،
انا هنا قدرت اعرف الفورس ازاي؟ عن طريق ان انا حطيت سبرينج لينير سبرينج. السبرينج دوت انا لو مسكته شديته بفورس تمام، هفضل اقدر اشد واشده لحد معين ما اقدرش ازود عن كده تمام، لان دي اخر الفورس بتاعتي، لان هو بيعمل اوبزيت فورس، بيحاول يرجع ريستورينج فورس، بيحاول ان هو يرجع تاني صح. كل ما اشد كل ما هو يعمل فورس اكتر لحد ما خلاص الفورس بتاعتي تبقى ايكوال الفورس بتاعته، فهيقف عند حته معينه. من الديسبيسمنت اللي انا عملتها ديت اقدر اعرف الفورس ديت بكام. لو واحد تاني اقوى مني يقدر ان هو يفتحه مسافه اعلى ويقف، لو واحد اضعف يفتحه مسافه اقل ويقف. فيها مشكله؟ يبقى انا لو جبت سبرينج اقدر اعرف بيها الفورس صح. طب عشان اعرف التورك برضو بجيب سبرينج، بس المره دي بيبقى اسمها سبايرال سبرينج. سوسته، بس سوسته مدوره حوالين نفسها كده عند السنتر. لو جبت دراع مثلا كده وبلففه تمام، ممكن اجيب سوسته كده تبقى شكل سبايرال. حد يعرف الزمبلك؟ حدش يعرف الزمبلك؟ الزمبلك اللي هو بنلف العجله كده ونسيبه يروح عامل مش عارف ايه. ما هو السوسته دي انا لو لفيت كده وسبت فبترجع تاني تمام. المهم احنا انا لو جيت عملت ابلاينج لتورك عليها ولففتها، انا اخري الففها الحته دي. انا عملت ابلاينج لتورك تاو 1 مثلا، قدرت اعمل انجل اسمها تيتا 1، مش قادر اعمل اكتر من كده لان هي دي التورك بتاعتي تمام. يبقى انا من الانجل دي اللي انا السبرينج عملها اقدر اعرف التورك قد ايه. لو واحد جه عمل تورك اعلى فيقدر ان هو يعمل انجل اكبر. يبقى كل ما يكون التورك اعلى يبقى الانجل ايه؟ هتبقى اكبر صح؟ فيها مشكله؟ يبقى كل ما نزود التورك كل ما الانجل ايه؟ تزيد. فانا لما بحط سبايرال سبرينج لو عرفت الانجل يبقى انا عرفت مين؟ التورك. فيها مشكله؟ زي هنا لما بحط لينير سبرينج لو عرفت الديسبيسمنت يبقى عرفت الفورس، هنا الانجل اعرف التورك. فيها اي مشكله؟ فانا هاجي هنا عند الكويل ده واروح مثبته على بير اوف سبايرال سبرينج، سبايرال سبرينج من الناحيه دي وسبايرال سبرينج من الناحيه الثانيه عشان يبقى في بالانس في الموضوع. الفكره ان انا لما امشي كارنت في الكويل هيحصل تورك، فالكويل هيلف، السبايرال سبرينج هيوقفه عند حته معينه تمام على حسب التورك اللي انا عامله. كل ما التورك يكون كبير يبقى الانجل ديت كبيره، كل ما التورك يكون صغير يبقى الانجل ايه؟ صغيره. فانا لو عرفت الانجل يبقى انا عرفت التورك، ولو عرفت التورك يبقى انا عرفت مين؟ الكرنت. انا فاضل لي في الجهاز ده عشان اقدر اقيس الكرنت ان انا اعرف الانجل. فديت هنعمل لها حاجه عبيطه جدا، هو ان انا اجيب سكيل واروح حاطط بوينتر على السكيل ده، فلما الكويل يلف البوينتر هو كمان ايه؟ هيلف. عرفت الانجل يبقى انا عرفت مين؟ الكرنت. ممكن، بس لو انت عندك التورك تمام؟ هو الفكره ان التورك مش بقدر اقيسه دايركت، انا بقيسه عن طريق الانجل خلاص او عن طريق السبرينج. يبقى انا كده قدرت اعمل جهاز وبعمل له كاليبريت ان انا اشوف مثلا عند الزيرو مفيش ديفليكشن يبقى الكرنت زيرو، مفيش كرنت ماشي فيه. لما امشي كرنت مثلا 20 ملي امبير الاقيه عامل لي مثلا 1 ديجري، يبقى اروح كاتب عند ال 1 ديجري 20، اللي بعديها يبقى 40 اند سو اون. يبقى انا كده اقدر اعرف الكرنت دايركت، مش لازم بقى اجيب الانجل ومن الانجل اجيب الكرنت والكلام ده. انا ممكن على السكيل ده بدل ما اكتب انجلز اكتب ايه؟ كرنت انتنس. يبقى انا كده عملت جهاز يقدر يقيس لي كارنت انتنستي من اول السطر. ونقول ان احنا عندنا جهاز اسمه سنسيف موفينج كويل جالفانوميتر.
ودوت تقريبا اول جهاز عندنا في المنهج. اي ديفايس عندنا في المنهج هندرسه لازم نعرف له اربع حاجات: اليوزز بتاعته، الساينتفك بيز، الكونستراكشن، الاوبريشن. اي ديفايس هندرسه هنعرف الاربع حاجات بتوعه دول. نمسك اول حاجه، ايه هو اليوزز بتاعت الجلفانوميتر؟ احنا شفت ان انا بعمله عشان خاطر اقيس مين؟ كارنت انتنسي، صح؟ يبقى هو بيقيس كارنت انتنسي، ميجر كارنت انتنسي. بس بما ان اسمه سنسيتيف يبقى معنى كده ان هو بيقيس فيري ويك كارنت انتنسي، بيقيس كارنت انتنسي خفيفه، تمام؟ حساس قوي للكارنت. في اي مشكله؟ ليه ثلاث وظائف. اول حاجه ميجرينج فيري ويك كارنت انتنسي، تاني حاجه ديترماين اتس دايركشن. ديترماين اتس دايركشن ليه هو ديترماين دايركشن؟ لان هو الزيرو بتاعه في النص. لما باجي انا امشي الكارنت يمين الاقي البوينتر يتحرك يمين، لما امشي الكارنت شمال مش التورك الدايركشن بتاعه يتقلب فالبوينتر يتحرك العكس. يبقى من دايركشن البوينتر اقدر اعرف دايركشن مين؟ الكارنت. يبقى هو بيقدر يديترماين دايركشن الكارنت مش بس الماجنتيود. تالت حاجه يقدر يعمل ديتكت الفيري ويك كارنت. ايه الفرق ما بين ديتكتنج وميجرنج؟ حد يعرف؟ بالظبط، هو بيقدر يحدد ان في كارنت بس ما بيقدرش يقيسه ساعات. ليه؟ لان ساعات الكارنت بيكون حاجه كده هناخدها قدام في شابتر 3، مومنتري كارنت او بالس كارنت. مومنتري يعني هو بيجي لحظه ويختفي، فدوت يقدر مش هيلحق يقيسه بس هلاقي البوينتر اتهز فاقدر اعرف ان في كارنت ساعتها. ودي على فكره حاجه مهمه قوي ان انا اعرفها. يبقى هو يقدر يعمل ديتكت ان في كارنت ولا مفيش، مش مهم يقيسه ولا لا. ولو هو الكارنت ستيدي يقدر يعرف الميجرنج بتاعت الانتنسي بتاعته بكام، ويقدر يعمل ديترماين للدايركشن سواء هو كده قاسه ولا ما قاسوش، يقدر يعرف الدايركشن بتاعه. حد عنده مشكله؟ يبقى الثلاثه يوزز بتوعه تاني بسرعه: ديتكت فيري ويك كارنت، ميجرنج انتنسي اوف فيري ويك كارنت، ديترماين ذا دايركشن اوف ذا كارنت. في اي مشكله؟ حلو. الساينتفك بيز يعني ايه؟ ساينتفك بيز هو ايه الاساس العلمي اللي انا بنيت عليه الجهاز دوت؟ انا الجهاز دوت عامله من اول ما قلت انا عايز اقيس كارنت قلت التورك، صح؟ يبقى هو الساينتفك بيز بتاعه اللي هو مين؟ ماجنتيك تورك. فيها مشكله؟ لا فيها مشكله كبيره، لان انتوا كده ما خدتوش الدرجه في الامتحان. الماجنتيك تورك ساعه لما يجي تقوله لازم تقول ماجنتيك تورك افكتنج ا كويل كارينج كارنت بليز ان ماجنتيك فيلد. اه معلش انا اسف، لازم تتقال كلها كده، لان ماجنتيك تورك ممكن يكون ماجنتيك تورك على ماجنت، ماجنتيك تورك على بطيخه، انا ما اعرفش هو ماجنتيك تورك على مين. لازم احدد اللي هو ماجنتيك تورك على كويل ماشي فيه كارنت ومحطوط في ماجنتيك فيلد. فيها مشكله؟ لازم تتقال كامله. اي ساينتفك بيز بلاقي فيه ماجنتيك تورك لازم تتقال كامله، تمام؟ طب الكونستراكشن، كونستراكشن واحده واحده، لان كل كومبوننت هقولها في الكونستراكشن لازم ابقى عارف بتاعت ايه وبتعمل ايه، لان ممكن يجي عليها سؤال لوحدها. اول حاجه ثين واير كويل، بجيب ثين واير كويل، تمام؟ بعمل له واربنج اراوند الومنيوم فريم. الالومنيوم فريم ده يقدر ان هو يتلف براحته، ده ملوش وظيفه، هو جاست حامل. ممكن يكون الالومنيوم فريم دوت بداله فيه بلاستيك فريم، ده حاجه مش مهمه يعني مش بتاثر عندي في حاجه، هو جاست حاجه الف حواليه وتتحرك فري تو موف حوالين الايرن سلندر دي. في اي مشكله؟ يبقى اول حاجه ثين واير كويل دوت عادي، ده اللي هو اللي موجود، ده اللي هيحصل عليه التورك، ده بتاع الليله كلها. تاني حاجه كونكيف بول ماجنتس، دول اللي بيعملوا برودكشن لمين؟ للفلكس لاينز، صح؟ طب اشمعنى كونكيف؟ To produce radial magnetic flux lines which is always parallel to the plane of the coil irrespective to the angle of rotation، اللي هي دايما parallel للبلين بتاع الكويل بغض النظر عن الروتيشن انجل بكام. حد عنده مشكله؟ ها؟ ما انا قلت فريم الوم لا هو جوست الواير، انا لما بلفه مش هعرف الفه على الايرن سلندر دايركت، تمام؟ ليه؟ لان الايرن سلندر ثابته، فانا عايز الكويل يتحرك، فانا بلفه حوالين فريم، حاجه بس تبقى شايله لي الكويل مش اكتر، تمام؟ يعني هو جوست كده بتبقى الالومنيوم فريم اهو، اهو ده الومنيوم فريم، هنعتبر ان هو الومنيوم فريم، احنا والعين اعتبرناه الومنيوم فريم. وبتجيب الواير تلففه حواليه كده.
فالفريم مع الواير كلهم بيتحركوا مع بعض. تمام، هتلاقي الرسمه اللي هي تحت على اليمين واضح فيها الفريم دوت. خلاص، هنا انا مش رسمه ومش مهم بالنسبه لي اصلا، هو جاست حاجه انا بلف حواليها عشان اعرف الف. خلاص، في اسمه ايه دوت، لو انت مسكت جالفرميتر حقيقي وفتحته من جوه هتلاقي ان هو ممكن يبقى بلاستيك فريم عادي جدا، مش مهم، المهم حاجه ملهاش بريمابيلتي او البريمابيلتي بتاعتها قريبه منك. يبقى تاني فائده الكونكيف بول ماجنتس ايه؟ ان هما بروديوس راديال ماجنتيك فلكس لاينز which is always parallel to the plane of the coil irrespective to the angle of rotation. في اي مشكله؟ طب لو جه قال لي عكس السؤال وجه قال لي what is the component responsible for production of radial magnetic flux lines in the galvanometer. الكونكيف بول ماجنت، صح؟ حد مش مقتنع بالكلام ده؟ انا مش مقتنع بالكلام ده. ليه؟ لان الكونكيف بول ماجنت من غير الايرون سلندر is nothing. لان الايرون سلندر زي ما شرحنا هنا هي اللي عندها هايبر مابيلتي، هي اللي شدت اللاينز ناحيتها فما خلتش اللاين يمشي من فوق نزل جوه. الاثنين مع بعض. انا بقول مين اللي مين بيخلي الفلكس لاينز راديال؟ مين اللي بيخليهم كده؟ ليه مش عاديين؟ مين اللي عاملهم كده؟ قلت ان في كونكيف بول ماجنت صح؟ مش ريكتانجلر، هم كونكيف. وتاني حاجه ان في ايرون سلندر. الايرون سلندر دي عشان عندها هايبر مابيلتي فبدل ما اللاين يمشي فوق لا هو مشي من جوه. بدل ما يمشي من فوق كده هو مشي منين؟ من جوه. فهو اللي ساعد ان يحصل راديال فلكس لاينز، من غيره ما يحصلش. يبقى كده مين المسؤول تاني عشان يحصل راديال فلكس لاينز؟ حاجتين، الكونكيف بول ماجنتس ومين؟ والايرون سلندر. حد عنده مشكله؟ طيب تالت كومبوننت هي الايرون سلندر. الايرون سلندر ليها وظيفتين قلنا واحده منهم. اول وظيفه، اول ما اسمع ايرون اقول ايه؟ عندها هايبر مابيلتي صح؟ وما دام عندها هايبر مابيلتي فهتكوندنس الفلكس لاينز جواها فتعلي التورك، تخلي التورك عالي. فيها مشكله؟ يبقى اول حاجه او اول سبب لوجود الايرون سلندر ان عندها هاي بيرميابيلتي. سو ات كوندنس ذا ماجنتيك فلكس لاينز ثرو ات اند انكريز ذا مين؟ ذا تورك. تاني حاجه ان هي اسيست ذا فورميشن اوف راديال فلكس لاينز. ما هي اللي ساعدت ان يحصل راديال فلكس لاينز. فيها مشكله؟ من غيرها ما يحصلش. حلو الكلام ده؟ عندي بير اوف سبايرال سبرينجز ليهم ثلاث وظائف. اول وظيفه ان هم اللي قدروا يحددوا له التورك صح؟ خلوا الكويل ما يفضلش يلف على طول، لا وقف عند حته معينه والحته اللي وقف فيها قدر ان هو يعرف التورك منها. مظبوط؟ ديت كده بنختصرها وبنقول ان هي ريسترين ذا روتيشنال موشن اوف ذا كويل. يبقى كده السبايرال سبرينجز دي بتعمل ايه؟ يعني بتوقفها عند حد معين. ومنها اقدر اعرف التورك ان بيخلي السيتا دايركت بروبورشنال مع مين؟ مع التورك. حد عنده اعتراض؟ تاني وظيفه وتالت وظيفه وظائف عبط شويه. تاني وظيفه هو ان انا بستخدمه ان هو اللي يدخل الكرنت ويخرج الكرنت من الكويل. يعني بص الواير اللي انا رسمه من بره هو واصل مع مين؟ مع السبايرال سبرينج، مش واصل مع الكويل على طول. بخلي الكرنت لما يخش الكويل يخش عن طريق السبايرال سبرينج ويخرج من السبايرال سبرينج الثاني. اشمعنى؟ بكل بساطه هي دي مش عليكم انا بس عشان افهمكم وتقتنعوا بيها. بكل بساطه انا لو وصلت الواير على طول مع الكويل، مش الكويل ده بيتحرك بيطلع فوق وتحت صح؟ فالواير اللي واصل معاه هو كمان هيفضل ايه؟ يطلع فوق وتحت. امسكوا اي واير رفيع واتنوه افردوه خمس ست مرات كده، ايه اللي هيحصل له؟ هيتقطم صح؟ يبقى معنى كده الواير مش هيعيش بالمنظر ده، فعشان كده ما بوصلوش دايركت مع الكويل، بوصله على السبايرال سبرينج. كده هو مش هيلف او مش هيتقطع، لان السبايرال سبرينج هي اللي هتتني لما الكويل يلف، والسبايرال سبرينج ديت بتبقى من ستيل وبتبقى قويه وتستحمل الروتيشن. الواير ده هيبقى فيكسد والواير اللي في الكويل نفسه هيبقى فيكسد، يبقى اللي هيتحرك معايا هو مين؟ السبايرال سبرينج نفسها. يبقى هم خلوا الكرنت يخش عن طريق السبايرال سبرينج عشان خاطر يحافظوا عليه. انا كل اللي انا عايز اقوله او كل اللي انت هتقوله يعني في الاجابه، مش هتقول بقى تو بروتكت الواير والمش عارف ايه والكلام ده، انت كل اللي هتقوله بس ايه؟ ان هو بيستخدم تو ليد ذا كرنت، ان السبايرال سبرينج ليد ذا كرنت انتو ذا كويل.
هي اللي بتدخل الكرنت للكويل وبتخرجه كمان، يعني ممكن تقول ليد ان اند اوت ذا كويل. حد عنده مشكله؟ تالت استخدام، وده استخدام اهبل قوي بس برضه مهم لازم يتقال، هو ايه؟ انا لو عملت تورك على اوبجكت، يعني فور اكزامبل مثلا لو انا عملت تورك على الباب، لو جيت اعمل تورك على الباب كده، انا فتحت الباب صح؟ اول ما اوقف التورك ايه اللي حصل؟ هل الباب رجع تاني؟ فضل في مكانه صح؟ انما لو انا ركبت له سوسته ايه اللي هيحصل؟ اول ما اسيبه الاقيه راح رجع تاني لمكانه، مظبوط؟ زي مثلا الاوكرا ديت فيها سبايرال سبرينج جوه، انا عملت تورك، بعمل تورك بعمل تورك بيلف، اول ما اسيب مفيش تورك ايه اللي حصل؟ راحت رجعت تاني. مين اللي رجعها تاني؟ السبايرال سبرينج. فنفس الكلام هنا، انا لو عملت تورك لو مفيش سبايرال سبرينج هيحصل تورك، فالبوينتر هيتحرك. شلت التورك مفيش كارنت مفيش تورك، يبقى البوينتر هيفضل واقف في مكانه صح؟ انما وجود السبايرال سبرينج ده بيعمل ايه؟ بيرجعها تاني للزيرو. يبقى من وظائفها ان هي ريتيرن ذا بوينتر باك تو زيرو بوزيشن والنو كارنت باسنج ثرو ذا كويل. في اي اعتراض؟ يبقى السبايرال سبرينج بسرعه ليها ثلاث وظائف، ايه هما؟ اول حاجه ريسترين ذا روتيشنال موشن اوف ذا كويل، وهي اللي بتخلي السيتا دايركت بروبورشنال مع التورك. تاني حاجه ان هي بتليد ذا كارنت، ليدنج ذا كارنت انتو ذا كويل، ان اند اوت ذا كويل. تالت حاجه ريتيرن ذا بوينتر باك تو زيرو بوزيشن والنو كارنت باسنج ثرو. حد عنده اي اعتراض؟ حلو الكلام دوت قوي. ايه تاني عندي في الجهاز ما اتكلمناش عنه؟ بوينتر وسكيل، ودول طبعا مش هنقول وظائفهم لان وظائفهم واضحه جدا، هو اللي بيعرفني الكرنت صح. فاضل حاجه اخيره ما قلناهاش، هي اجت جيولت بيري. حد يعرف معاني الكلام ده؟ اللي يعرف معنى كلمة يرفع ايده، اللي عارف معنى كلمة من الثلاثة يرفع ايده. ماشي، ها بيرنج هما قالوا يحمل ولا يستحمل ولا ايه؟ تحمل او يستحمل. على فكرة الاتنين صح، يعني شايفين مثلا دي، شايفين الحتة دي، دي كده بيرنج فور ذا بورد، ديت البورد بتتحمل عليها فديت اسمها بيرنج خلاص. طيب ده بيرنج، حد عارف اي معنى كلمه تانية؟ جولد جايه من ايه؟ طيب جولري صح، اللي هي مجوهرات فعلا. طب اجت ايه؟ نوع مجوهرات صح. هو اجت ده اللي هو العقيق ومش اجيت، لان هما اسمه ايه دوت، مش حرف، مش حرف وكلمه، مش بوابه، لا هما اجيت هما كلمه على بعض. نوع من انواع العقيق اسمه، او النوع من انواع الاحجار الكريمه اسمه اجيت تمام. فاجيت جولد بيرنج يعني الحامل اللي من مجوهرات الاجيت، او من حاجه زي المجوهرات اللي هي اسمها اجيت. في اي مشكله؟ انا الكويل ده مش طاير في الهواء زي ما انا رسمه كده، لا هو في حاجة شايلاه أكيد عشان ما يقعش. الحاجة اللي شايلاه دوت بير اوف اجت بيرنج، واحد بيبقى الناحية دي واحد بيبقى الناحية دي، ماسك الكويل اللي عايز يلف. يعني أنا دلوقتي دوت هيلف تمام، مش أنا هثبته من الناحيتين دول، من ناحية هنا وناحية هنا عشان يلف. عندي الموبايل ده مثلا، ما هو الفريم برضه بيلف على ايه؟ ما هو في الحقيقه ان البيرنج ده على الفريم نفسه مش على الكويل على طول تمام. هو اهو الفريم زي ان هو الكفر بتاع الموبايل ده، وانا لافف حواليه الكويل. طيب هلفه هحطه حوالين الايرون سلندر وعايزه يلف، يبقى فري ان هو يلف، هثبته برضه على ايه؟ السلندر نفسها ما بتلفش، السلندر نفسها ثابته بس الكويل اللي حواليها هو اللي بيلف تمام. دلوقتي دوت عشان يلف فانا هثبته بناحيتين بس، مسمارين مثلا او حاجتين من هنا، ما ينفعش اثبته باربعه، لان انا لو ثبته باربعه يبقى هو مش هيلف خالص صح. انا بثبته بحاجتين بس، فالاثنين دول بيبقوا اجت بيرنج تمام. اشمعنى اجت بيرنج؟
عشان خاطر انا عايز يكون السن اللي هلمسه يكون رفيع قوي عشان الفريكشن يكون قليل. تخيلوا ان ده انا امسكه بايديا من هنا وهنا بصباعين دول، فهو عشان يلف كده الفريكشن عالي، مش فري ان هو يلف، صح؟ انما لو ثبته بدبوسين صغيرين كده يبقى فري ان هو يلف، صح؟ يبقى انا كل ما بصغر كل ما الفريكشن بيقل، يبقى معنى كده ان هو فري ان هو يلف. يبقى انا بدل ما بحط مثلا دبوسين او اي حاجه تكون ناشفه عليه، انا بحط دبوسين من الاجت. هو في نوعين من البيرنج، ده نوع انا بتكلم فيه، خلاص. في نوع تاني ان الاجت نفسه يبقى على شكل دايره كده مفرغه من كور، يكون كونكيف، والبير يبقى عليها، يبقى في دبوس عليها من الناحيه دي ومن الناحيه دي، يشيلها من الناحيتين. فدوت هيتلف الاجت نفسه ناعم قوي، فالفريكشن اللي هو بيعمله قليل، فيبقى هو كده هيلف بسهوله، تمام. في ناس كتيره بتيجي تسالني طب ما احط اي حاجه تانية غير الاجت، يعني انا ممكن احط دبوسين حديد فعلا هما اللي يشيلوا، او اكس حديد او اي حاجه. كل الفكره ان هو ممكن مع الوقت ان هو يصدي، ومع الوقت بيحصل له ديفورمينج فبيخشن. انما الاجت، الاجت جولد دوت او الجولد بيرنج، مع الوقت بيفضل ناعم، ولو هو انا عامله مدبب فمع الوقت السن بتاعه دوت صعب ان هو يتاكل، خلاص. يعني لو حد عنده خاتم مثلا من اجت او من اي احجار كريمه، هيلاقي ان هو مع الوقت مهما عدت عليه السنين يفضل ومحافظ على الشكل بتاعه، ما بيبوظ. فيها مشكله؟ بصي، هو كذا حاجه، هو التو البريشر من ده على ده، البريشر هو اللي بيتحكم، خلاص، زائد نوع الاثنين السطحين اللي ملامسين بعض، تمام. فالاجد دوت بيكون ناعم جدا، فالفريكشن اللي هيعمله مع الالومنيوم فريم او الالومنيوم بن اللي هو ثابت عليه هيكون قليل قوي، خلاص. فيها اي مشكله؟ طبعا كل اللي انا قلته دوت عن الاجد جويل بيرنج انا مش مطالب فيه غير بجمله واحده بس، لو انا جالي جيف ريزون او ايه الرول بتاعت الاجد جويل بيرنج، هقول له تو مينيمايز فريكشن واير روتيشن. فيها اي مشكله؟ بس طبعا انا لو كنت قلتها كده من الاول ما كانش حد هيبقى مقتنع، وهتقعدوا تقولوا ايه الاجد دوت وايه الجويل بيرنج دوت. فانا في الاخر في المنهج كل اللي مطالب بيه ان انا ببقى عارف ان الاجد جويل بيرنج دوت بتعمل ايه، مينيمايز الفريكشن واير روتيشن. حد عنده مشكله؟ تمام. يبقى كده انا بالنسبه للجلفانوميتر انا قلت ليه اربع حاجات. ايه هما الاربع حاجات؟ اي جهاز اليوزز بتاعته، الساينتفك بيز، الكونستراكشن، واخر حاجه اوبريشن. هنفتح بيج 42 ونقرا الاوبريشن مع بعض، عشان خاطر الاوبريشن صعبه قوي فلازم نركز فيها مع بعض. بيقول لي اول حاجه if the current passes through the coil magnetic force will produce a torque. يا لهوي على الصعوبه. الكويل لما بيمشي فيه كارنت بيحصل فورس بيعمل تورك، قنبله صعوبه. طب تاني حاجه، لما هيلف لما يحصل تورك، فالبوينتر والكويل الاثنين مع بعض موف until the resisting counter spring torque اللي هو الكويل دوت بيعمل تورك عكسه، صح؟ قلت ان انا لما بلفف الكويل دوت السبرينج سوري، فالسبرينج ده بيعمل تورك عكس التورك اللي انا عامله لحد ما الاثنين يبقوا قد بعض. فايه اللي هيحصل؟ البوينتر والكويل هيقفوا عند حته معينه. في اي مشكله؟ تمام. البوينت الثالثه، the position of the pointer on the scale is a measure of the current magnitude. يعني البوزيشن بتاع البوينتر بيبقى واقف عند الماجنتيود بتاع الكرنت، ببص على البوينتر اعرف الكرنت. خلص الموضوع. اوبريشن صعب قوي، مستحيل، صح؟ حد عنده مشكله؟ تمام. ده الاوبريشن. يبقى انا لو اتطلب مني الاوبريشن، حد جه في سؤال قال لي اشرح الاوبريشن، بقول له الثلاثه بوينتس دول، تمام. بص، هو لو جه قال لك في سؤال mention the construction of the galvanometer، فانت بتقولهم من غير الشرح بتاعه، يعني 1 2 3 وخلاص، من غير في كونكيف بول ماجنت، في اسمه ايه دوت، ايرون سلندر، في كذا في كذا، من غير شرح، تمام. انما بتيجي اسئله لشرح كل واحده لوحدها، يعني يجي يقول لك وات از ذا رول اوف ذا سبايرال سبرينج ان ذا جالفانوميتر، او جيف ريزون ذير از ا بير اوف سبايرال سبرينج ان جالفانوميتر، فتقول الثلاث وظائف بتوعه، تمام. يبقى ساعات بيجي سؤال لكل واحده لوحدها. فيها
لا لا، ما بيجيش ده في الفيزيكس، ده بيولوجي مالناش دعوه بيه. رايت شورت نوت ديت، واللي هي في الاخر الشورت نوت دي بتبقى صفحه عارفها. لا مش عندنا بقى خلاص. احنا ممكن بقى يجي لنا سؤال اجمل، يقول لي درو ذا ليبل دياجرام اوف جالفرميتر. ايه؟ هترسمي اللي تحت على اليمين، علي هترسم اللي على الشمال، سوري اللي تحت على الشمال، اللي تحت اللي تحت على الشمال. انا من عندي اي يمين اهو. انا دلوقتي لو مسكت شخصين بشكل عشوائي جدا طبعا قدامي، محمود هو بشكل عشوائي اهو، ومحمد عشوائي جدا، ومسكت محمود ورحت مديله بالقلم على وشه، عشوائي جدا، ده حاجة عشوائية. محمود هيحصل هيعمل ايه؟ هيقعد يعيط، المستر ضربني وافر بقى وبتاع، ويقعد يعيط وكده. فدوت كده ادى رياكشن ايه؟ عالي قوي. فدوت بنقول عليه سنسيف، كلبوب كده في نفسه حساس حبيبي محمود. انما محمد اديله بالقلم، ايه ده، هو انت عملت حاجه؟ انا ضربتك بس يا محمود، تسلم ايدك يا سيدي المعلمين، ما حسش باي حاجه. فده كده بنسميه ايه؟ جبله، صح؟ او بلاش جبله عشان ما يزعلش، ممكن نقول ايه؟ less sensitive، يعني الحساسيه بتاعته ايه؟ اقل، ما بيأفورش زي ناس. انا واحد عملت عليه اكشن افور في الرياكشن بتاعه، فدوت بنقول عليه ايه؟ حساس، sensitive. نفس الكلام الجلفانوميتر، احنا ممكن نجيب جلفانوميتر نمشي فيه كارنت مثلا 2 ملي امبير، الاقي البوينتر اوفر في نفسه، يعني هو البوينتر كان هنا عند الزيرو، اديته 2 مايكرو امبير راح ناطط كل ده، الحته دي كلها. فده كده حساس للكارنت، مشيت فيه كارنت صغير راح عامل ديفليكشن كبير، حس بيه بسرعه اوفر في الرياكشن بتاعه. واحد تاني جبله امشي فيه كارنت نفس ال 2 مايكرو امبير نفس الاكشن بالظبط، الاقي الباشا بيقول ايه ده، هو ايه اللي حصل؟ عمل رياكشن صغير جدا وبقى هنا. يبقى دوت بنقول ان السنسيفتي بتاعته الحساسيه بتاعته عاليه، انما دوت ليس سنسيف، جبله ما بيحسش. تمام؟ لو مؤاخذه يا محمد، تمام؟ فيها اي مشكله؟ حلو جدا. يبقى انا اقدر اعرف فيزيكال كوانتيتي بالنسبه للجلفانوميتر اسمها سنسيفتي. ايه هي السنسيفتي ديت؟ هي بتعبر عن قد ايه الجلفانوميتر ده يقدر يحس بالكرنت اللي ماشي فيه. فانا شفت ان هو لو السنسيفتي عاليه يبقى الانجل اللي هو بيعملها كبيره ولا صغيره؟ كبيره. على نفس الكرنت لو السنسيفتي بتاعته قليله يبقى الانجل ايه؟ صغيره. يبقى السنسيفتي ديت حاجه ديبند على الانجل، كل ما يعمل انجل كبيره يبقى معنى كده ان السنسيفتي بتاعته عاليه، انجل صغيره يبقى السنسيفتي ايه؟ صغيره. في اي مشكله؟ ها؟ لا مش الافشنسي، الافشنسي حاجه ثانيه، بس هو قد ايه هو بيحس بالكرنت، لان انا ساعات ببقى عايز السنسيفتي تبقى قليله، انا عايزه يبقى كبله ساعات. تمام؟ طيب نفترض ان انا محمود عايزه يدي نفس الرياكشن والعياط اللي عمله، سوري محمد عايزه يدي نفس الرياكشن والعياط اللي عمله محمود، خلاص هعمل ايه؟ ضلطشله اكتر، صح؟ بدل ما اديته قلم واحد لا 20 30 قلم على وشه لحد ما يقول لي لا خلاص يا مستر كفايه مش عارف ايه، صح؟ ويدي نفس الرياكشن بتاعه. يبقى هنا نفس الكلام، لو ده انا عايزه يدي نفس الرياكشن بتاع ده اعمل ايه؟ افضل ازود في الكرنت اللي فيه لحد ما يعمل نفس الانجل. يبقى معنى كده اللي انا محتاج امشي فيه كارنت كبير عشان يدي رياكشن معين، كده السنسيفتي بتاعته قليله ولا صغيره؟ قليله، مش حساس، صح؟ يعني السنسيفتي بتاعته قليله، انما دوت السنسيفتي بتاعته ايه؟ عاليه. خلاص ما تدمعش خلاص. يبقى كده السنسيفتي بتبقى كبيرة لما الكرنت يكون صغير اللي هيمشي فيه عشان يدي انجل معينة، وبتبقى صغيرة لو الكرنت اللي هيدي الانجل دوت كبير. فيها مشكلة؟
حد مش فاهم ده جه منين، يبقى كده ايه هي السنسيفتي بتاعت الجلفانومتر؟ كرول هي ثيتا اوفر اي. كديفينيشن it is the scale deflection per unit current intensity passing through the coil. فيها مشكلة؟ يبقى أنا بشوف الـ scale deflection أو angle of deflection، مش عارف تقول scale deflection قول angle of deflection، اللي بيعملها البوينتر per unit current intensity passing through the coil. حد عنده أي اعتراض؟ تمام. طب الـ unit بتاعته؟ الـ angle ممكن تتقاس بالراديان، بس هنا احنا بنقيسها بالدجري. الكرنت بيتقاس بالايه؟ بس دول كرنتس صغيرين، لا مؤاخذه، دول كرنت ايه؟ صغيرين. فالامبير ده بالنسبه له كبير، يعني انا بتعامل بالملي مثلا، الملي دوت اصغر صح؟ بل بالعكس ده انا بتعامل بالمايكرو، لان هو بيقيس كرنت صغيره قوي بالمايكرو امبير. فعشان كده السنسيفتي اليونت بتاعتها المعتاده هي ديجري بير مايكرو امبير. حد عنده مشكله؟ يبقى دي اليونت بتاعت السنسيفتي. ما هي النيو كبريفكس هي مايكرو. بريفكس يعني لازق قبل يونت. انما لو جوه الرول يبقى كده ديت بيرميابيلتي. خلاص؟ زي الاي كيونت هي اريا، انما جوه سوري امبير، انما جوه الرول فهي اريا. صح؟ ده كبريفكس اللي هو بيبقى لازق قبل يونت، دوت كده بيبقى مايكرو اللي هو تمبر نيجاتيف 6. دلوقتي هقول لكم على سر خطير، غير ان انا قتلت مفاسد، سر تاني. ايه هو؟ الجلفانوميتر عشان خاطر احطه في السيركت يقيس كارنت، فلازم اوصله مع الكومبوننت ايه؟ سيريز. برافو عليكم، زيه زي الاميتر بالظبط. يبقى انا لو عايز اقيس الكارنت اللي هنا فانا بحطه سيريز، عشان يبقى الكرنت دوت هو اللي ماشي جوه الجلفانوميتر، لان الجلفانوميتر بيقيس الكرنت اللي ماشي جوه الكويل بتاعه، اللي مش ماشي في حته ثانيه، لا اللي جوه الكويل بتاعه. فانا لازم احطه سيريس مع الكومبوننت عشان الكرنت اللي هنا يبقى هو مين؟ الكرنت اللي هنا. حد عنده مشكله؟ حلو. المفاجاه الثانيه بقى لسه بوشكاش بيقول ايه؟ ما علينا. ايه؟ مش كده وبس. بوشكاش لسه بيقدم مش عارف عروض ولا ايه. الجلفانوميتر ممكن اقيس بيه بوتنشال ديفرنس بس اوصله بارل. ازاي يا مستر؟ هو المفروض بيقيس كارنت واحنا عاملينه يقيس كارنت. هيقيس كارنت فعلا. مش دلوقتي انا لما احطه بارل في كارنت هيمشي هنا وكارنت هيمشي هنا، صح؟ طيب مش الجلفانوميتر ده قلنا ان هو معمول من سين واير، والسين واير ده اكيد ليه ريزيستنس. الريزيستنس بتاعته سبحان الله هنسميها ار جي، مظبوط؟ طيب انا لما يمشي فيه كارنت هو هيقيس لي الكارنت، زي مثلا البوينتر هيقف هنا عند 100 مثلا مايكرو امبير، اقدر اعرف الفولتج بتاعه؟ يبقى انا عارف الكارنت اللي ماشي فيه وعارف الريزيستنس بتاعته، اقدر اعرف الفولتج بتاعه؟ يبقى هو عنده اهو ار جي، يبقى اقدر اعرف الفي بتاعته، والفي بتاعته اللي هي اي في ار جي. طب لما اعرف الفولتج بتاعه، لما احسب الفولتج بتاعه، مش هو بتاع الفولتج بتاع الكومبوننت اللي تحت عشان هما بارل؟ مظبوط؟ يبقى هما كده ايه؟ قدرت ان انا اقيس بيه البوتنشال ديفرنس. يبقى انا لما احطه بارل مع كومبوننت هيقدر اجيب البوتنشال ديفرنس بتاعته، والبوتنشال ديفرنس بتاعته هي البوتنشال ديفرنس مع الكومبوننت اللي تحته، صح؟ يبقى كده انا قدرت استخدمه ان انا اقيس بوتنشال ديفرنس لما اغير بس نوع التوصيل. يبقى دوت كده حاجه في الجلفانوميتر ان انا اقدر استخدمه عشان اقيس بوتنشال ديفرنس. ده بنشوفها في المسائل ما نشوفهاش في النظري. يعني في النظري ما ينفعش اقول ان هو بيقيس بوتنشال ديفرنس، بقول ان هو بيقيس كارنت. بس في المسائل والاستخدامات الحقيقيه ان انا بستخدمه عشان اقيس بوتنشال ديفرنس برضه. اخر السكيل خالص بيبقى فيه رقم. سي مثلا 200 مايكرو امبير. مش كل طبعا الجلفانوميترز اخرهم 200، ممكن يبقى اخره 500، ممكن يبقى اخره ملي امبير، ممكن يبقى اخره 10 ملي امبير، على حسب طبعا الصناعه بتاعته. طيب لو مشي فيه، لو هو عنده اخره مكتوب عليه 200 مايكرو امبير وانا مشيت فيه 500 مايكرو امبير، نتوقع ايه اللي يحصل؟ المتوقع حاجه يحصل، يرفع ايده. مين اللي يتكسر؟ البوينتر، لان البوينتر هيجي للاخر كده وهيبقى عايز يكمل، فممكن يتكسر.
دي حاجة ممكن تحصل. ممكن ايه تاني يحصل؟ يلف. اه مش فاهم انتوا عايزين ايه، بس يعني هيبوظ. ها ايه؟ ما هو برضه عشان يكمل فيبقى البوينتر هيتكسر عشان خاطر يكمل بس. ها هو بصوا يا جماعه، هو البوينتر ممكن يتكسر، السبايرال سبرينج ممكن يتقطم، تمام؟ والسبايرال سبرينج لو باظ يبقى الجهاز باظ، بس التالته هي اللي بتحصل غالبا. وهو لو اتسالت هقولها، ان ايه اللي هيحصل؟ ان الكويل دوت نفسه هيتحرق، لان هو مش هيستحمل الكرنت الكبير اللي هيمشي فيه، يبقى الواير بتاع الكويل هيحصل له بيرنينج. فيها مشكله؟ يبقى دي اللي انا بقولها. الاثنين التانيين ممكن يحصلوا بس مش هنقولها. اللي انا هقوله ان لو مشي كرنت اكبر من الماكسيمم كرنت كان ذا كويل ساستين، ذا كويل ويل بي ايه؟ بيرن، او الجلفرميتر هيحصل له دامج. فيها اي مشكله؟ تمام. الماكسيمم كارنت اللي ممكن يمشي فيه دوت اسمه اي جي، ده الماكسيمم كارنت اللي ممكن يمشي في الجلفرميتر، اللي هو مين؟ اي جي. اكتر من كده الكويل يتحرق. طيب لو الكارنت اللي ماشي فيه الماكسيمم اللي هو اي جي، يبقى نفس الكلام الفولتج هيبقى ماكسيمم اللي هو في جي. هل هيقدر يقيس فولتج اكبر من الفي جي؟ ما لو قاس اكتر من كده يبقى الكرنت هيبقى اكتر من كده فهيتحرق. يبقى اي جلفانوميتر لماكسيمم كرنت يقدر يقيسه، لماكسيمم فولتج يقدر يقيسه، اكتر من كده الجلفانوميتر هيحصل له بيرن وهيتحرق وهيبوظ. فيها اي اعتراض؟ يبقى من عيوب الجلفانوميتر هم ثلاث حاجات. اول حاجه كان نوت ساستين هاي كرنت انتنستي، لو مشي كرنت اكبر من الاي جي هيتحرق. تاني حاجة مش مهمة قوي لأن هي مش في كتاب المدرسة، بس موجودة في كتب خارجية كتير، قلت أقولها كمعلومة وأقول لكم إن هي مش مهمة. هو إن السبايرال سبرينج بيلوز الإلاستيسيتي بتاعته مع الوقت. أي مثلا أكرت باب أو كده فيها سوستة، مع كتر الاستخدام هتلاقوا إن هي السوستة دي خفت. فهي يقول لك السوستة بتاعته خفت، فديت بتلوز إتس إلاستيسيتي. فيها مشكلة؟ دي مش مهمة. تالت حاجة مهمة بس هنتكلم عنها بالتفصيل في شابتر 4، أول شابتر 4. هو ان هو كان نوت ميجر ذا انتنسيتي اوف حاجه اسمها اي سي الترنيتنج كارنت. الالترنيتنج كارنت ده هو كارنت بيغير الماجنتيود والدايركشن، بيفضل الماجنتيود بيزيد ويقل مع الوقت. فالبوينتر دوت هيقيس كارنت كبير ويرجع يقيس زيرو، يقيس كارنت بالنيجاتيف ويرجع يقيس زيرو، فلاقي ان البوينتر عمال بايه؟ بيفايبريت وجيفن نو ريدنج. ده من عيوبه بس هنتكلم. العيب الثالث ده مهم بس هنتكلم عنه بالتفصيل اكتر في اول شابتر 4. ايه دلوقتي قالت انا دلوقتي عندي جلفانوميتر، هو اخره يمشي فيه كارنت اي جي، ما يقدرش يستحمل كارنت اكبر من كده. طب انا عايزه يقيس كارنت اكبر، يعني زي مثلا الكارنت اللي ماشي في لمبه من دول. انا الكارنت اللي ماشي في لمبه من دول اكيد مش بالمايكرو امبير، يعني ممكن يبقى 1 امبير، ممكن يبقى هاف امبير، ممكن يبقى 2 امبير، ايا كان. فانا لو عايز اقيس الكرنت دوت، هل انا اقدر ادخله كله على الجلفرميتر؟ ما ينفعش اخش على الجلفرميتر، لان لو دخل كله هيحصل ايه؟ هيحصل بيرننج للكويل بتاع الجلفرميتر. فاعمل ايه في الحاله ديت؟ ادخل حبه حبه، مش بهرج، صح؟ هندخل حبه حبه. يعني ايه ادخل حبه حبه؟ يعني خلي جزء بس اللي يخش اي جي والجزء الثاني اتصرف فيه. حد يقدر يقول لي ازاي؟ ايه؟ هعمل اكستنشن للواير، صح؟ ولازم هنا طبعا عشان شويه من الكرنت ينزل تحت وشويه يطلع فوق، يبقى احط ايه؟ ريزيستنس هنا. الريزيستنس دي هنسميها ار اس. فبقيه الكرنت اللي ملوش لازمه هينزل تحت. يبقى كده قدرت ان انا امشي كرنت اعلى هنا، خلاص؟ ها ايه؟ بص يا ستي، نفترض ان ده السكيل بتاعي،
اللي هو من 0 1 2 3 4 5 6 مثلا، خلاص. فانا لما كان يمشي 1 امبير كان بتخش كلها 1 امبير، في اي مشكله؟ طيب دلوقتي انا هدخل كارنت اكبر 10 امبير مثلا. ثواني بس، ما انا بعمل كاليبريشن الاول. يعني انا دلوقتي لو عندي جهاز مثلا ميزان عايز اعرف السكيل بتاعه، يعني عايز اعرف كل شرطه بايه، فبنجيب ويتس احنا عارفينها الاول، بجيب مثلا 1 كيلوجرام 2 كيلوجرام ويتس انا عارفها الاول، اظبط السكيل وبعد كده استخدم الحاجات الانور. فهنا مثلا لو انا دخلت كارنت 10 امبير، سي ان الكارنت ده اتقسم دخل هنا 1 امبير و9 امبير، هو دوت هيقيس لي كام؟ ال1 صح؟ بس انا عارف ان المفروض اللي داخل التوتال كام؟ يبقى اروح جاي على السكيل اللي كان مكتوب زمان واروح كاتب تحت ديت 10. تمام؟ طب هنا لما يخش 20 هنا هتبقى ديت 2 وديت 18 صح؟ هروح كاتب تحت ديت 20. انا ما دام عرفت واحده بس السكيل يونيفورم اقدر اعرف الباقي، يبقى دي 20 30 40 وهكذا. يبقى انا كده بغير السكيل كمان اللي كان محطوط القديم واقدر اقيس بيه كارنت اكبر. فيها مشكله؟ يبقى انا كده لما بوصل شانت ريزيستنس دي اسمها ايه؟ شانت ريزيستنس مع الجالفانوميتر امبيرر بتقسم لي الكارنت. الكارنت اتقسم جزء ماشي في الجالفانوميتر اخره يبقى واي جي، والباقي بيخش في الشنط. حد يعرف معنى كلمة شنط بالعربي كده؟ حد يعرف معنى كلمة شنط؟ شنط يعني ترعة أو تفريعة لنهر أو أي حاجة. يعني أنا مثلا لو عندي نهر ماشي فيه مية، لو خدت منه فرع فالفرع دوت بيبقى اسمه شنط، خلاص؟ فهو اتسمى شنط عشان هو فرع بيمشي فيه الكرنت الزياده، خلاص. في اي مشكله؟ حلو. يبقى انا دلوقتي لو عندي جالفانوميتر انا ببقى عارف الماكسيمم كرنت اللي يقدر يقيسه، عارف الريزيستنس بتاعته، وعارف الاي الماكسيمم اللي انا عايز اقيسه. مش ببقى عارف الاي نفسها اللي تمشي فيه، ببقى عارف الماكسيمم بتاعه. يعني فور اكزامبل انا الاوضه ديت محطوطه على كابلات ومحطوطه على مفاتيح، المفتاح اخره 20 مل 20 امبير. لو مشي كارنت اكتر من 20 امبير هيتحرق، يبقى انا عارف ان دول مش ماشي فيهم اكتر من 20. تمام؟ فيبقى انا عارف الماكسيمم اللي انا عايز اقيسه. تمام؟ مش عارف اللي انا عايز اقيسه بالظبط، انا عارف الماكسيمم، يبقى دول عارفهم. محتاج ايه؟ محتاج الشنط ريزيستنس اعرفها بكام عشان خاطر اقدر اوصلها والريش تبقى مظبوطه. طيب من اول هنا في الحصه لحد اخر الحصه هو بقى شابتر 1 تاني، ماليش دعوه بشابتر 2. هنا عندي حاجتين بارلل، بعرف ايه او بستفاد ايه من البارلل؟ ان الكرنت ديفايدد او ديستريبيوتد، ان الكرنت التوتال هو هيبقى عباره عن اي جي بلس اي اس، صح؟ في اي مشكله؟ ان الفولتج ذا سيم، يعني اي اس ار اس ايكوال اي جي ار جي. يبقى ده اللي بستفاده من ان في حاجتين بارل، ان الفولتج ايكوال وان الكرنت ايه؟ ديستريبيوتد. طب تاني انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز احسب الشنط ريزيستنس اللي انا هوصلها. ايه الشنط ريزيستنس اهي؟ يبقى الار اس هتبقى ايكوال اي جي ار جي اوفر اي اس. في التيبيكال اكزامبل اللي انا اديته، مش انا قلت انا معايا الجالفانوميتر انا شايف اخر السكيل كام؟ يبقى الاي جي عندي. في ظهر الجهاز مكتوب الريزيستنس بتاعته، يبقى الار جي عندي. وعارف الماكسيمم وعايز الار اس، هل الاي اس ديت تخصني في حاجه؟ هل انا عارفها؟ لا. هل هي عندي؟ لا. هل انا محتاجها؟ لا. يبقى هي ليها لازمه في الرول؟ هنشيلها. طب نشيلها نحط مكانها ايه؟ برافو، اهو من هنا مش الاي اس هتبقى ايكوال اي ماينس اي جي. يبقى كده الار شنط هتبقى ايكوال اي جي ار جي، وهنشيل اي اس ونحط مكانها اي ماينس اي جي. المفروض ان هي اسمها شنط بس انا بتلاقوني
بقولها تشانت كده، دي غلطة طبعا بس متعود عليها، عشان هي مش عندي ومش عايزة. يعني انا دلوقتي مش عايز الكرنت اللي ماشي هنا بكام، انا اللي يهمني اللي هيمشي في الجالفانوميتر، واللي هيهمني اللي جاي من بره، ما يهمنيش دوت في حاجه، بلس ان هو مش عندي فمش هيفيدني في حاجه، فعشان كده بشيله واحط دوت. يبقى ده كده الرول اللي انا اقدر احسب بيه الشانت ريزيستنس. مين دي الاي اس؟ لا نادرا خلاص، ولو اتطلبت انت عارف انت بتحسبها ازاي. حد عنده مشكله؟ ده بروف من البروفس المهمة جدا. يقول لي بروف ذا رول تو ديترماين او ديديوس ذا رول تو ديترماين ذا شانت ريزيستنس. خلاص؟ دلوقتي لو انا اعتبرت ان الاثنين دول كده مع بعض حاجة واحدة، مش ده كده الاثنين مع بعض الجلفرميتر مع الشانت ريزيستنس، هما كحاجة مع بعض مش هما يقدروا يقيسوا لي كارنت انتنسيس كبيرة؟ صح؟ الاثنين كده مع بعض بنسميهم اسم غريب شويه، اسمهم اميتر. يبقى ده كده هو الاميتر. يبقى ايه هو الاميتر؟ هو جالفرميتر مع شنت ريزيستنس ان بارل بقى اميتر. حد عنده اعتراض؟ حلو. الاميتر دوت ليه ريزيستنس، هو كجهاز كله على بعضه هو عباره عن الجلفرميتر مع شنت ريزيستنس بارل، هو ده الاميتر، هو ده الكونسيستنت بتاعه. طب الريزيستنس بتاعته ككل كجهاز كله كبوكس على بعضه هي ايه؟ صح، رول غريب كده اللي هو الايكوفالنت بتاع ار جي وار اس مع بعض بارل، يبقى ار جي ار اس اوفر ار جي بلس ار اس. صح؟ هل ده رول جديد؟ شابتر صعب قوي، ايه ده؟ حد عنده مشكله؟ تمام. يبقى انا كده جالفانوميتر حطيت له شنت ريزيستنس ان بارل، حولته لاميتر وقدرت ان انا اقيس كارنت انتنسيس اكبر. طب نفترض ان نفس المشكله اللي مواجهاني ديت، بس انا عايز اقيس بوتنشال ديفرنس اكبر، يبقى ادي الجالفانوميتر اخره يقيس فولتج اسمه في جي. صح؟ اكتر من كده يحصل له ايه؟ يتحرق. طيب لما يبقى فيه في جي يبقى الكرنت اللي ماشي فيه هو اي جي. نفترض ان عايز اقيس بوتنشال ديفرنس اكبر، فنعمل ايه؟ هو انا دلوقتي لما حبيت ان هو يقيس كرنت اكبر عملت ايه؟ وصلت ريزيستنس ان بارل، لان الكرنت الكبير ده هيتقسم في البارل. طب انا لو عايز اقيس فولتج اكبر، الفولتج الاكبر بيتقسم في مين؟ في بارل ولا سيريس؟ يبقى معنى كده المره دي هوصل ريزيستنس ان سيريس اسمها ار ام، وام ستاند فور مالتيبلاير. لما يتوصل بارل، ما هو ده كده كله خلاص كبوكس على بعضه بيتوصل في السيركت سيريس. تمام؟ يعني ده كده كبوكس على بعضه هو اللي هو الاميتر، بوصله يعني الاميتر دوت هو دول كلهم على بعض بيتوصل سيريس في السيركت. تمام؟ ده كده كله بقى الاثنين مع بعض هوصلهم بارل. ماشي؟ يبقى الفولتج التوتال هيتقسم على الاثنين دول، جزء على المالتبلاير، واتسمت مالتبلاير عشان هي بتمالتبلاي الفولتج. اي ريزيستور سيريز كده ساعات بنسميها مالتبلاير ريزيستور او فولتج مالتبلاير، لان هي بتمالتبلاي الفولتج، بدل في جي بقى في. هدفي ان انا احسب الار ام. حاجتين سيريز مع بعض نعرف عنهم ايه؟ ان الكرنت ايكوال وان الفولتج ديستريبيوتد، يعني الفي ام بلس في جي ايكوال الفي توتال. فيها مشكله؟ اوكي. انا عايز احسب الار ام، فممكن افك الفي ام لمين؟ اي ام ار ام. نعم؟
ايوه ماشي. ال VM اهي I M R M. يا جماعه ال VM I M R M. طب ما ال I M هي ال I G يا جماعه، زدنا في الدقيقه ما خرجناش بره الموضوع صح؟ يبقى معنى كده ال I M هي ال I G. فيها مشكله؟ حلو، هنودي ال V G بالنيجاتيف، يبقى I G R M equal V minus V G. يبقى ال R M عملتها ستيب باي ستيب اهو عشان ما حدش يقطع وشه، يبقى ال R M هتبقى equal V minus V G، وهنودي ال I G بالديفايد. ده كده الرول اللي اقدر احسب بيه المالتيبلاي ريزيستور، وده برضو بروف. الجلفانوميتر لما اوصله مع مالتيبلاي ريزيستور ان سيريس، هما الاثنين عملتهم بقوا جهاز مع بعض بقى اسمه فولت ميتر. دلوقتي بالنسبه للسنسيفتي، مش احنا قلنا السنسيفتي بتاعت الجلفانوميتر هي ثيتا اوفر اي جي؟ السنسيفتي بتاعت الاميتر هي ثيتا اوفر اي، يبقى برضه هي الديفليكشن بتاع الانجل اوفر الكرنت انتنسيتي اللي يقدر يقيسه. فيها مشكله؟ طب بتاعت الفولتميتر ثيتا اوفر في، فيها مشكله؟ اوكي، انا لما بوصل ريزيستنس ان باراليل يبقى كده التوتال ريزيستنس بتاعت الديفايس بتقل ولا بتزيد؟ يبقى كده الريزيستنس بتقل. طب انا على جنب كده، مش انا عارف ان ال I equal V over R؟ لما الريزيستنس تقل والفولتج هو لان انا بوصل بارل، يبقى الماكسيمم فولتج هو ما اتغيرش، يبقى كده الماكسيمم كارنت هيحصل له ايه؟ هيزيد. يبقى كده الكارنت بيزيد. لا. نعم؟ عشان انا وصلت حاجه بارل، مش انا لما بوصل بارل ريزيستنس بتقل، لما الريزيستنس تقل يبقى كده الكارنت الماكسيمم اللي ممكن يخش بيزيد، لما الكارنت يزيد يبقى السنسيفتي يحصل لها ايه؟ هتقل. يبقى السنسيفتي هتقل. اللي انا كاتبه ده مهم جدا، لان هو لو جه قال لي ايه هي الرول بتاع الشنت ريزيستنس، او ايه هي الساينتفك بيز بتاع الشنت ريزيستنس، او ايه هو الساينتفك بيز ان كونفرتنج الجلفانوميتر لاميتر، بقول ان انا لما بوصل ان بارل باي كونكتنج ا بارل ريزيستور ذا توتال ريزيستنس اوف ذا ديفايس ديكريز، فالسنسيفتي هيحصل لها ايه؟ هتديكريز، فالماكسيمم كارنت ايبل تو ميجر هيحصل له ايه؟ هيزيد. يعني هو انا لما بقلل سنسيفتي فهو يبقى كبل اكتر يستحمل كارنت اكتر، فبقولها بالترتيب ده. فيها اي مشكله؟ بالنسبه للفولتميتر انا بوصل مالتيبلاي ريزيستنس، يبقى كده التوتال ريزيستنس بتاعت الديفايس بيحصل لها ايه؟ يبقى التوتال ريزيستنس بتاعت الديفايس بتزيد. لا، الانتنسي هي هي، لان الماكسيمم انا بتكلم على ماكسيمم، فالماكسيمم انتنسي هي هي. خلاص؟ يبقى انا كده اهو ال V equal I for R. لما ال R تزيد يبقى ال V هيحصل لها ايه؟ هتزيد، يبقى الماكسيمم فولتج اللي اقدر اقيسه هيزيد. طب من رول السنسيفتي لما الفولتج يزيد يبقى السنسيفتي هيحصل لها ايه؟ هتقل، يبقى السنسيفتي هتديكريز. يبقى انا بقولها بالترتيب دوت، لما بكونكت مالتيبلاي ريزيستنس التوتال ريزيستنس هيحصل لها ايه؟ بتنكريز. So the sensitivity of the device decrease. So it will be able to measure higher voltage value. عشان هنا الكرنت الماكسيمم اللي هيمشي هو اي جي وهم سيلز صح، فانا برضو انما التوتال هنا لا انا زودته، لان اللي ماشي هنا الماكسيمم هو اي جي وفي جزء تاني اتقسم، فالماكسيمم التوتال زودته، انما هنا الماكسيمم التوتال ما زادش، هو هو. والعكس في الفولتج، هنا الفولتج التوتال هو برضو في جي ما اتغيرش، انما هنا الفولتج التوتال اتغير. تمام؟ في هنا حته لخبطه بلاقي ناس كتيره بتسالني فيها، تيجي تقول لي ازاي هنا لما اقلل الكرنت سنسيفتي تقل، ازاي هنا لما سوري اقلل الريزيستنس سنسيفتي تقل، هنا لما ازود الريزيستنس سنسيفتي برضه تقل، عشان دي سنسيفتي غير دي. دي سنسيفتي بتاعت كرنت ميجرنج كرنت، دي سنسيفتي بتاعت ميجرنج فولتج صح؟
يبقى دي حاجه ودي حاجه. عشان اميجر فولتج بزود ريزيستنس يبقى اقلل سنسيفتي، عشان اميجر كرنت بقلل ريزيستنس. خلاص في اي مشكله؟ اخر نقطه في الفولتميتر والاميتر مع بعض هي ان الاميتر والفولتميتر از نون بريسايز انسترومنت، هما اجهزه غير دقيقه. عشان زي ما محمود قال، محمود قال ان انا دلوقتي لو عندي سيركت ماشي فيها كرنت عايز احط اميتر عشان يقيس الكرنت ده، مش انا اوصله ان سيريس؟ طب مش الاميتر دوت ليه ريزيستنس صح؟ مش انا شفت ان الاميتر ليه ريزيستنس؟ طب انا لما اوصله ان سيريس مش كده انا غيرت في التوتال ريزيستنس بتاعت السيركت؟ يبقى التوتال كرنت هيفضل زي ما هو؟ لا، اكيد التوتال كرنت هيحصل له ايه؟ هيقل. يعني فور اكزامبل، يبقى الكرنت اللي ماشي في السيركت 2 امبير، احط الاميتر عشان يقيس الاقي الاميتر بيقيس 1.5 امبير، ودي حقيقه لان هو اثر في الكرنت اللي في السيركت نفسها. هو انا حطيت ريزيستنس في السيركت فاثر في الكرنت فخلاها ايه؟ تقل. في اي مشكله؟ يبقى لو اتسالت هو ليه نون بريسايز انسترومنت هقول due to its resistance and it is connected in series. So it change or increase the total resistance and decrease the current required to measure. في اي مشكله؟ يبقى انا ببقى عايز اقيس الكرنت، احط الجهاز الاقي الكرنت اتغير اللي انا عايز اقيسه. طب الحل في دوت ايه؟ زي ما اتفقنا من اول حصه في السنه ان مفيش حاجه ايدل، الايدل ده في الجنه بس، صح؟ هنا عشان خاطر زود البريسايزنس الدقه بتاعت الاميتر بقلل الريزيستنس بتاعته. يعني احط شنط ريزيستنس اقل اكتر فالتوتال ريزيستنس تقل. ف لما اجي اوصله ان سيريس هتبقى الريزيستنس بتاعته قليله قوي او نيجلكت، فما تاثرليش في التوتال ريزيستنس قوي، ما تاثرليش في الكرنت قوي، فبدل الكرنت مثلا ما يبقى 1.5 يبقى 1.9، يبقى هو قريب من اللي كان موجود، قريب من الحقيقي. تمام؟ يبقى انا كده زودت البريسيشن بتاعته. في اي مشكله؟ تاني انا عايز اعلي الدقه بتاعته، انا قلت هو ليه مش دقيق؟ عشان ليه ريزيستنس. طب انا عايز اعلي الدقه فاعمل ايه؟ اقلل الريزيستنس بتاعته بقدر الامكان. يبقى معنى كده احط شنط ريزيستنس ايه؟ اقل اكتر. فالكرنت اللي ماشي مش هيتاثر. فبدل ما هو مثلا انا كنت عايز اقيس 2 لقيته بقى يقيس 1.5، دي الدقه قليله قوي، فقللت الريزيستنس اكتر بقى يقيس ايه؟ 1.9. في اي مشكله؟ فهمنا ازاي ازود البريسايزنس بتاعت الاميتر؟ حلو. طب بالنسبه للجلفرميتر برضو نون بريسايز انسترومنت لان هو ليه ريزيستنس، والريزيستنس بتاعت الفولتميتر هي عباره عن ار جي بلس ار ام على طول الصم بتاعهم عشان هم سيريز. لما بوصل الفولتميتر انا عندي مثلا ريزيستنس ماشي فيها كارنت اي، ففي فولتج في، عايز اقيس الفولتج ده فبروح موصل الفولتميتر ايه؟ بارل، صح؟ طيب مش الفولتميتر دوت لقينا ان ليه ريزيستنس، يبقى كده انا غيرت التوتال ريزيستنس برضو. او بقول ان الكرنت هيتقسم، الكرنت اهو التوتال اللي داخل، في جزء هيمشي هنا وجزء هيمشي في الفولتميتر، صح؟ يبقى هل كده هل الفولتج ده نفس الفولتج اللي انا كنت عايز اقيسه؟ هنا الفولتج اللي كنت عايز اقيسه كان اي في ار، هنا الفولتج بقى اي داش في ار لان الكرنت اتغير، يبقى الفولتج اتغير. يبقى بقول ان هو نون بريسايز انسترومنت عشان هو عنده ريزيستنس، فلما بوصله ان بارلل بيتشينج ذا فاليو اوف ذا فولتج ريكوايرد تو ميجر. يعني مثلا انا كنت هقيس 5 فولت الاقيه مثلا قاس لي 4 فولت. طب لو عايز ازود البريسيشن بتاعته بعمل ايه؟ هنا العكس، ازود الريزيستنس بتاعته. لما ازود الريزيستنس بتاعت الفولتميتر فالكرنت اللي ماشي فيها البورشن بتاع الكرنت اللي ماشي فيها هيقل، الكرنت اللي هو مثلا اسمه اي في، الكرنت الجزء اللي بيتسحب فيها دوت يقل، فيبقى الكرنت التوتال اولموست هو ده. يبقى تاني انا عندي مشكله في ايه؟ ان في الفولتميتر بياخد جزء من الكرنت بيسحبه يمشي فيه، ودوت كده بيغير لي الفاليو بتاعت الفولتج اللي انا عايز اقيسه. فالحل ان انا اقلل البورشن بتاع الكرنت اللي بيتسحب دوت عن طريق ان انا ازود الايه؟ الريزيستنس بتاعته. فيها مشكله؟
طيب لما ازود الريزيستنس فالبورشن ده الكرنت اللي هيتسحب هيقل، فالكرنت ده اولموست هو ده، فبدل ما بقيس 4 فولت الاقيها مثلا ايه 4.9 فولت، يبقى هي اولموست ال 5 اللي انا عايزه. فيها مشكله؟ يبقى ازاي بزود البريسايسنس بتاعت الفولتميتر؟ ازود الريزيستنس بتاعته فيقل الانتنسي البورشن اوف ذا كرنت باسنج ثرو. حد عنده مشكله؟ طيب هنبه على نقطة صغيرة قوي بتتلخبطوا فيها، هي السنسيفتي والبريسايسنس مش حاجة واحدة، دي حاجة ودي حاجة، في الحقيقة هم عكس بعض. يعني أنا هنا لما بقلل الريزيستنس إيه اللي بيحصل؟ السنسيفتي والبريسايسنس بتزيد، فالبريسايسنس عند عكس السنسيفتي. تمام؟ هنا لما بزود الريزيستنس السنسيفتي بتإيه؟ بتقل والبريسايسنس بتزيد. فيها مشكلة؟ يبقى الدقه بتاعت الجهاز عكس السنسيفتي، ما تربطوش ده بده. فيبقى كده هتلاقي ان الجالفانوميتر هو اقل بريسايسنس فيه، تحطه تلاقيه غير في الفاليو فعلا اللي عايز اقيسها جامد. تمام؟ دي الاجابه على سؤالك اللي انت سالته في الاول.